حكاية المشهد الخارج اللي حذفته الرقابة من مسرحية المتزوجون. تعالوا مع بعض نشوف الحكاية. بحب الصراصير. ايه ده؟ تحب الصراصير؟ ايوه. يروحي ده احنا عندنا عائلات جوه هنا. في سنة 1976 قدم الفنان سمير غانم مسرحيته الأشهر المتزوجون، كانت من تأليف الكاتب فيصل ندى ومن إخراج المخرج حسن عبد السلام وبطولة الفنان سمير غانم، جورج سيدهم، شيرين. المسرحية حصل فيه تغييرات فيها كتير جدا في الشخصيات، بمعنى إن اللي كانت بتقوم بدور لينا في البداية هي الفنانة هويدة بنت الفنانة أو المطربة صباح، لكنها اعتذرت عن تكملة أو قيامها بالدور، فبدأ الفنان سمير غانم يبحث عن بطلة جديدة، فتم اختيار الفنانة شيرين للقيام بدور لينا. وكان وقتها أجر الفنانة شيرين عن الموسم كله 300 جنيه مقابل قيامها بالدور في المسرحية. بالنسبة بقى لدور نفيسة، كانت بتقوم به الفنانة فريدة سيف النصر، وبعدين اعتذرت عن استكمال الدور فرشحوا مكانها الفنانة سعاد نصر، وبالفعل قامت بالدور وبعدين اعتذرت عن التكملة وحلت محلها الفنانة راوية سعيد زوجة الفنان رياض الخولي. الفنانة الجميلة راوية سعيد فنانة جذابة رائعة، حلمت برياض الخولي فارسا لأحلامها، ربطت الفنانة خفيفة الروح صاحبة الابتسامة الجميلة التي كانت في عز توهجها الفني وضحت بكل أحلامها وكرست نفسها لزوجها ولأولادها على حساب فنها الذي تعشقه. بالنسبة بقى لدور الحمش بيه، المفاجأة ان اللي كان بيقوم بالدور ده الفنان أحمد راتب، وبرضو اعتذر عن استكمال الدور وترشح بعدها الفنان أحمد ماهر. أما عن دور عصمة البلابيشي فكان بيقوم بدور الفنان محمد أبو الحسن، واعتذر عن استكمال الدور وحل محله الفنان محمد التاجي، وبالمناسبة كان برضو لسه مبتدئ وتقريبا كان أول دور لي، على فكرة هو حفيد الفنان عبد الوارث عصر، وكان بيتقاضى أجر 200 جنيه عن دور يعني ما يعادل 6 جنيه في اليوم. بالنسبة بقى المشهد البيض المشهور جدا اللي كلنا كنا بنتفرج عليه وبنضحك، للأسف الشديد بعد يومين من عرض المسرحية حصل تسمم للفنان جورج سيدهم بسبب البيض الكتير قوي اللي كان بياكله، فاستبدلوه بطعام آخر اللي هو التفاح، تفاح مقشر. لكن يوم تصوير العرض التلفزيوني أصر المخرج على أنه ياكل بيض حقيقي، والبيض اللي احنا كنا شايفينه في المشهد ده كان بيض حقيقي يا جماعة، ما كانش تفاح مقشر في يوم العرض التلفزيوني. أما عن المشهد المحذوف فكان مشهد الصرصار الشهير، الرقابة أصرت أن لازم المشهد ده يتحذف وهددت بوقف عرض المسرحية بالكامل لو الفنان سمير غانم أصر على عرضه، ودي حكاية رواها الراحل الفنان سمير غانم في برنامج الراحل الإعلامي وائل الإبراشي. بيحكي عن المشهد وبيقول أن المفروض أن الصرصار دخل في البنطلون بتاعه وهو بيعمل حركات وبيفضل يتنطط على ان الصرصار في البنطلون وبيحاول يوقعه، وفجأة كده هيقولوا له فين الصرصار، هيقولوا له خلاص راح مصيره. بيقول الفنان سمير غانم ان الرقابة شافت المشهد ده انه بيحمل معنيين دبل مينينج، كل واحد بيشوفه على بالمعنى اللي يناسبه او اللي هو يفهمه، لكن الرقابة شافت ان المشهد غير لائق وانه مشهد خارج. لكن الفنان سمير غانم ما توقفش عن الارتجال، بدليل كلنا شفنا طبعا الشوكة والمعلقة الكبيرة جدا في المشهد بتاع المسرحية. وعاوز اقول لكم ان المسرحية اتعرضت لمدة 5 سنين متتالية من نجاحها، واتباعت بمبلغ 25,000 دولار. وحكى الفنان سمير غانم ان في يوم من الايام كان في احد المشاهدين او الحضور تعاطف مع شخصية مسعود اللي في المسرحية، قام حادف الفنان سمير غانم بالساعة بتاعته، اتأثر بالشخصية ان الشخصية فقيرة فحب يساعده. يعني الفنان سمير غانم بعد العرض بدأ يبحث عن الضيف او المشاهد ده لم يجده، فاحتفظ بالساعة دي كذكرى لصدق تشخيصه شخصية مسعود. ودي كانت قصة او حكاية المشهد المحذوف من مسرحية المتزوجون وإيه الأسباب.
اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.